ربما احنا بعضنا بيدور على ودي حاجه بعض الفئات في المجتمع ركزوا عليها الفترة اللي فاتت، احنا مش لاقيين ناكل وانت بتعمل، احنا مش لاقيين الاسعار زادت وانتوا بتجيبوا سلاح. طب ما انت بالمقابل الاسبوعين اللي فاتوا طالما ان احنا بقى وعفوا في المفرده ببطن وبندور على بطننا ومش عارفين ان احنا مستقبل وطن بالكامل كان في خطر، طب انت عندك اللحمه كانت وصلت 180 بقت ب 100 بقت ب 95، محدش اتكلم ليه؟ السمك كان وصل البلطي لاكل الشعبي كان وصل ل 50 جنيه النهارده ب 26 جنيه، الطماطم اللي كانت بقت ب 10 و12 جنيه وصلت 2 جنيه، هل احنا ما عادش ورانا كاعلام حتى في وسائل التواصل غير ان احنا نسيء للصوره الذهنيه سواء لقادتنا او لكل حاجه بتتعمل؟ ده ما حاجه مهمه، يعني اقصد ان الاحوال الاقتصاديه انت في مع بدايه السنه الجديده انت بتعدي عنق الزجاجه، وبالفعل سنوات الاعجاف كادت ان تتلاشى او تذوب خلال الفتره اللي فاتت، اللي جاي طريق امل وجيد. على المستوى الامني انت افضل رغم العمليات اللي بتحصل، لكن انت افضل بكتير. على المستوى العسكري اعتقد ان انت تطوير العقيده القتاليه اللي حصل عندك باعاده هيكله شكل قواتك سواء بالقواعد العسكريه اللي بتعملها ولا الاساطيل الجديده اللي بتعملها ولا حتى الشغل النوعي، واستاذنا كامل في ده استاذنا وما نقدرش نقول الكلام في حضرته، لكن مجرد احنا بنشير فقط.